بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الباب الأول اللي هو اسمه علم الجيولوجيا ومادة الأرض. في حاجات بنوع فيها نخلي بالنا منها، زي أتعرف على نوع الفالق منين. الفالق ده لما أشوف رسمته أعرف هو فالق عادي ولا فالق معكوس. نخلي بالنا من حتة مهمة قوي يا جماعة، بصوا معايا. لو أنا عملت كده، ده فالق عادي. طب لو انا عملت كده برضو ده فالق عادي. الناس ما تتلخبطش، ما يقولش اللي عامل كده عادي واللي عامل كده معكوس. ده فالق عادي وفالق معكوس. بعرفه ازاي؟ بحدد مستوى الفالق، المستوى اللي بيتحرك عليه احدى الكتلتين عكس حركة الكتلة الاخرى بس في نفس المجموعة. دي كده بسميها صخور حائط علوي، اللي هي موجوده اعلى مستوى الفالك. يبقى دي اسمها صخور حائط سفلي موجوده اسفل مستوى الفالك. هنا ده مستوى الفالك، يبقى دي بقت صخور الحائط العلوي لان اعلى مستوى الفالك، ودي صخور الحائط السفلي موجوده اسفل مستوى الفالك. يبقى الحالتين ده فالك عادي وده فالك ايه؟ عادي. الفالك المعكوس لو انا عملت كده بقى ده فالق معكوس. طب ده ليه عادي؟ ليه؟ صخور الحائط العلوي اللي هي دي تحركت الى اسفل بالنسبه لصخور الحائط السفلي. تعالى هنا، صخور الحائط العلوي ليه علوي؟ لان موجوده اعلى مستوى الفالق، تحركت الى اعلى بالنسبه لصخور الحائط السفلي. طب لو انا عملت كده برضو ده فالق معكوس، ان صخور الحائط العلوي تحركت الى اعلى بالنسبه لصخور الحائط السفلي. دي اول حاجه نخلي بالنا في الامتحان. يبقى الفلك العادي بيحدث بسبب قوه الشد، وفيه تحرك واضح لصخور الحائط العلوي الى اسفل بالنسبه لصخور الحائط السفلي. الفلك المعكوس بسبب قوه الضغط، وفيه تحرك واضح لصخور الحائط العلوي الى اعلى بالنسبه لصخور الحائط السفلي. دي نخلي بالنا منها، مهمه قوي. بعد كده برضو بنخلي بالنا من الطيات. يعني ايه طيه؟ الطيه قلنا هي انسناء او تجعد في قطل الصخور غالبا نتيجه قوه الضغط. طب الطيه ايه؟ مكونات الطيه ورسم الطيه بيترسم ازاي؟ لما يقول لي وضح بالرسم الاجزاء المختلفه للطيه المحدبه مثلا، اهو برسم كده بقت الطبقات منحنيه الى اسفل والمركز بيضم احدث الطبقات. يبقى ما اجيبها لي في مصطلح، يبقى صخور حديثه محاطه من الجانبين بطبقات من صخور اقدم. بقت الطي مين؟ ها، المقعر. طيب مكونات الطي، الطي بتتكون من ايه؟ اولا الخط ده اسمه مستوى محوري، والمستوى اللي بيقسم الطي بكل طبقاتها الى نصفين متماثلين. طب الخط ده اسمه محور. نركز كده، المحور هو الخط الناتج من تلاقي المستوى المحوري مع سطح الطي. طب الطي لها سطح ولا اكتر من سطح؟ اكتر من سطح. يبقى المحور الخط الناتج من تلاقي المستوى المحوري ها مع اي سطح من اسطح الطبقات الطي. وطالما للطي اكتر من طبقه مطويه يبقى لها اكثر من محور، يبقى المستوى المحوري لابد ان يكون قاطع لكل هذه المحاور. ثم جناحي الطيه او جانبي الطيه كتلتي الصخور الموجوده على جانبي المحور، دي مكونات الطيه. طب الطيه لها اهميه جيولوجيه ولها اهميه اقتصاديه. طب الاهميه الاقتصاديه بتشكل مكامن او مخازن تجمع البترول والمعادن والمياه الجوفيه. طب الاهميه الجيولوجيه، لو انت بصيت للطيه دي هتقول الطبقات دي اقدم ودي احدث، لو بصيت لدي هتقول الطبقات دي احدث ودي اقدم. يبقى من الطيه حددت عمر الصخور بعضها ببعض. نمره اتنين، بيستدل من دراسه الطيات على بعض الاحداث الجيولوجيه هنعرف بعد شويه، زي مثلا اصله عدم التوافق. يبقى الأهمية الجيولوجية للطيات.
حددت عمر الصخور بعضها ببعض. نمرة اتنين، بيستدل منها على بعض الأحداث الجيولوجية. ماشي؟ طيب، هو احنا اتكلمنا في فالك عادي وفي فالك معكوس. طب نبص مع بعض. لو جاب لي في الامتحان كده، وقال لي F1 ده نوع الفالك، ده فالك ايه؟ عادي. طب F2 ده نوع الفالك ده ايه؟ فالك عادي. طب الفالك ده كده يسمى فالك ايه؟ بارز. يبقى الفالك البارز الصخور تأثرت بكام فالك؟ فالقين، بس الفالقين كلاهما عاديين، والاثنين اتحدوا في صخور الحائط مين؟ السفلي. لأن ايه دي بقت صخور حائط علوي، وايه دي صخور حائط علوي، اما بي دي صخور حائط سفلي. طب لو جابها لي كده، F1 ده فلك عادي ولا معكوس؟ عادي. طب F2 فلك عادي ولا معكوس؟ بقى فلكين عاديين، بس الاثنين اتحدوا في صخور الحائط مين؟ ده الحائط مين؟ العلوي. العلوي ليه علوي؟ لانه اعلى مستوى الفالك. طالما فالقين عاديين اتحدوا في الحائط العلوي، بقى فالك اسمه فالك ايه؟ خسفي. هنا الاثنين ده علوي وده علوي، السفلي اهو. واضحه؟ دي برضو نخلي بالنا منها، من الحاجات المهمه جدا اللي بنغلط بيها في الامتحان. طب تعالوا مع بعض، لو احنا بصينا على قطاع الاول، طيب نتكلم على اصله عدم التوافق عشان نرسم قطاع نوضح بيه اصله عدم التوافق. هو تعريف سطح عدم التوافق، قلنا هو سطح تعريف او عدم ترسيب انقطع فيه الترسيب لفتره زمنيه طويله توصل الى ملايين السنين، يفصل بين مجموعتين صخريتين. بسرعه كده عشان الناس تتذكر كيف يتكون سطح عدم التوافق. بصوا كده دلوقتي، عندي في بحر، في قاع البحر في ترسيب، والصخور بتترسب في صورة طبقات أفقية، طبقة بعدين طبقة بعدين طبقة، وادي المية اهي. يبقى ده الترسيب اللي بيحدث في قاعان البحار والمحيطة. المنطقة دي تعرضت لحركات أرضية رافعة، فالأرض اترفعت. لما الأرض اترفعت المية تراجعت، حدث تراجع للمية. لما المية تراجعت الطبقات ظهرت، لما الطبقات ظهرت بدأت تتعرض لعوامل التعرية فبدأت تتاكل. طب لما الطبقات بدأت تتاكل بدأ يحدث التآكل اهو. غالبا طالما حدث تآكل يتكون سطح متعرج، وغالبا طالما البحر تراجع نتيجة الحركات الأرضية الرافعة، الطبقات اللي تحت دي يحصل لها عملية تشوه، يحصل لها عملية انسناء، يحصل لها عملية تفلق، يحصل لها عملية اختلاف ميل. يعني نتيجة الحركات الأرضية الرافعة ألاقي الطبقات دي تنثني، الطبقات دي تنكسر، الطبقات دي تميل، كل ده نتيجة الحركات الأرضية الرافعة. بعد كده لما البحر تراجع انقطع الترسيب، لما انقطع الترسيب بدأ التعرية، لما بدأت التعرية الطبقات بدأت تتاكل، تآكل الطبقات أدى إلى اختفاء حفريات، أدى إلى اختفاء مجموعة من الطبقات. طب بعد كده نتيجة الحركات الأرضية الخافضة، الأرض انخفضت فالبحر رجع. طب لما البحر رجع يبدأ عملية الترسيب، غالبا أول طبقة هتبدأ عند الترسيب هي طبقة مين؟ الكنجلوميرات. يبقى كده تكونت أصل عدم التوافق. أنواع أصل عدم التوافق، عندي ثلاث أنواع من أصل عدم التوافق. أول نوع اسمه عدم توافق متباين، ثم عدم توافق زاوي، ثم عدم توافق انقطاعي. يعني إيه عدم توافق متباين أو مختلف؟ بص كده معايا، لما تلاقي الطبقات القديمة
اللي هي اللي تحت عبارة عن صخور نارية أو صخور متحولة، والطبقات التي تعلوها صخور رسوبية، يبقى السطح الفاصل بين الصخور النارية أو المتحولة وهي الأقدم والصخور الرسوبية وهي الأحدث يسمى سطح عدم توافق متباين. طب نركز كده شوية. نفرض هو جاب لي في الامتحان كده، قال لي ده جرانيت، ده صخر ناري ولا مش ناري؟ ناري. وقام جايب لي فوق هنا كوارتيزايت، وقام جايب لي هنا رمل، وجايب لي هنا طين، وقال لي هل يوجد في القطاع ده سطح عدم توافق؟ الناس هتبص، اللي مش مركز هيقول في صخر ناري يعلوه صخر ها متحول، صخر ناري يعلوه صخر ايه؟ ده سطح عدم توافق؟ لا. ليه مش سطح عدم توافق؟ هو الكوارتزايت ده قبل ما يبقى كوارتزايت كان ايه؟ كان كوارتز، وبعدين لما تدخل الجرانيت معاه حوله من كوارتز الى كوارتزايت. معناها الكوارتز ده كان موجود ولا ما كانش موجود؟ طالما كان موجود يبقى ما فيش سطح عدم توافق. يبقى عشان يبقى سطح عدم توافق لازم اللي تحت يبقى ناري واللي فوق يبقى، برافو عليكم، رسوبي، ما ينفعش يبقى متحول. يبقى هنا لا يوجد سطح عدم توافق. تاني نوع من اصل عدم التوافق اسمه عدم توافق زاوي. زاوي يعني فيه اختلاف، اختلاف في زاوية الميل. طب في سطح عدم التوافق الزاوي هتبص تلاقي الطبقات السفلى مايلة والطبقات التي تعلوها افقية، يبقى عدم توافق زاوي. تلاقي الطبقات السفلى تحتوي على طيات والتي تعلوها لا تحتوي على طيات، يبقى عدم توافق زاوي. تلاقي الطبقات السفلى تحتوي على فالق والتي تعلوها لا تحتوي على فالق، يبقى عدم توافق زاوي. طالما الطبقات اللي تحت مايلة واللي فوق افقية، عدم توافق زاوي. الطبقات اللي تحت فيها طيات واللي فوق ما فيهاش طيات، عدم توافق زاوي. الطبقات اللي تحت فيها فوالق واللي فوق ما فيهاش فوالق، يبقى عدم توافق زاوي. خلاص؟ طيب اخر نوع من عدم التوافق اسمه عدم توافق انقطاعي. عدم توافق انقطاعي، بص كده، ادي الطبقات، كل الطبقات طبقات افقيه، كل الطبقات طبقات، يبقى انا بالمنظر ده ما اعرفش اتعرف على عدم التوافق، لان مفيش صخور ناريه تعلوها صخور رسوبيه، مفيش اختلاف في الميل. عدم التوافق الانقطاعي يصعب على الجيولوجي التعرف عليه. امال بيتعرف عليه ازاي؟ من دراسه الحفريات، من اختفاء حفريه كان يعتقد وجودها. يعني بالمنطق لما اقول في اسماك، بعدها يبقى في برمائيات، بعدها يبقى في زواحف. طب لو لقيت اسماك بعدين زواحف، يبقى اختفت البرمائيات، يبقى في سطح عدم توافق. يبقى الاول تعريفه بقول له عدم التوافق تكون الطبقات السفلى والعلويه افقيه، كل الطبقات افقيه، لذلك يصعب على الجيولوجي التعرف عليه. طب يتعرف عليه ازاي؟ من دراسه الحفريات. طيب بشكل اكثر بقى في الامتحان، لو جاب لي هنا عصر كامبري، بعد العصر الكامبري في العصر مين؟ اردوفيش. قام جايب لي العصر السيلوري، يبقى هنا في سطح عدم توافق ولا لا؟ لاختفاء عصر، وهو العصر الايه؟ السيلوري. طب تعال نشوف قطاع جيولوجي لا من طيات وفوالق وسطح عدم توافق، نشوفه لو جالنا في الامتحان نعرف نحل ازاي هذا القطاع الجيولوجي. تعالى تخيل مع بعض لو قال لي هنا دي صخور نارية
ده صخر ناري واللي فيه صخر رسوبي. طالما ده ناري وده رسوبي يبقى السطح ده اسمه سطح عدم توافق، عدم توافق ايه؟ متباين. طب لو عمل لي كده نبص مع بعض، هنا في فالك صح؟ الفالك ده نوعه فالك عادي ولا فالك معكوس؟ عادي. لازم الأول أحدد مستوى الفالك وبعدين أحدد سخور الحائط العلوي، يبقى ده فالك عادي. خلاص؟ طيب يبقى نوع سطح عدم التوافق اللي هنا، لو أنت بصيت هتلاقي هنا في فالك وهنا مفيش فالك، الطبقات اللي فوق، يبقى السطح اللي فاصل بين الطبقات السفلى التي تحتوي على فالك والطبقات العليا التي لا تحتوي على فالك يبقى ده اسمه عدم توافق مين؟ زاوي. بعد كده لو قال لي هنا مثلا عصر ديفوني بعدين عصر بارمي، هو بعد الديفوني في ايه؟ لو انتوا حافظين يبقى كامبري، اردوفيش، سيلوري، ديفوني، كربوني، بارمي، يبقى هنا اختفى العصر الكربوني يبقى ده سطح عدم توافق مين؟ انقطاع. يبقى ادي ثلاث اسطع عدم التوافق في قطاع واحد. طب نكمل، لو انا جيت هنا وقمت عامل كده وقمت كاتب لك ان التركيب ده تركيب س ده تداخل ناري، وبعدين قلت لك مين اقدم، التداخل الناري ام الفالق؟ في حاجه اوعك تنساها، القاطع أحدث من المقطوع. القاطع أحدث من مين؟ القاطع الفالك، يبقى الفالك أحدث من التداخل الناري. خلاص؟ دي أوعك تنساها، لأن دي دايماً برضو نخلي بالنا منها. القاطع ها أحدث من المقطوع. مين القاطع الفالك؟ يبقى الفالك أحدث من التداخل الناري، نخلي بالنا من دي مهمة قوي، نخلي بالنا منها. يبقى في الباب الأول لازم استنى ناخد بالنا من نقطة، يبقى في سؤال في الفوالق مهم قوي هنخلي بالنا منه، في سؤال في الطيات بأنواع الطيات أو المقارنة ما بينها أو أهمية دراسة الطيات، ثم لازم يبقى في قطاع جيولوجي يتكلم على أسطح عدم التوافق. ماشي. بالنسبة للباب الثاني احنا برضو هنتكلم على بعض الاجزاء منه، مش كل الاجزاء، هنتكلم على بلورة المعدن، كيف تتكون بلورة المعدن. اي معدن لو انت فاكر تعريف المعدن قلنا مادة صلبة غير عضوية تتكون في الطبيعة لها تركيب كيميائي محدد وشكل بلوري مميز، وشكل البلوري للمعدن هو اللي بيتحكم في كل خواص المعدن الفيزيائية والكيميائية ولونه ومكسره وانفصاله، يبقى أي معدن لابد أن يكون له شكل بلوري. كيف تتكون بلورة المعدن؟ تتكون بلورة المعدن من ترتيب ذرات العناصر ترتيبا منتظما متناسقا ينشأ عنها الشكل البلوري. مثلا بلورة معدن الهالايت كوريد الصوديوم بتتكون ازاي؟ قال بتتكون نتيجة، لو انت بصيت كده، ايونات الكلور السالبة وايونات الصوديوم الموجبة، ايونات الكلور السالبة وايونات الصوديوم الموجبة بتترتب ترتيبا منتظما متناسقا ينتج عنه الشكل البلوري اللي هو المكعب. طيب بعد كده انا عندي الفصائل البلورية مهمة قوي، وقبل ما نتكلم على الفصائل البلورية عاوز نعرف ان اي بلورة لها محاور بلورية وزوايا محورية. طب المحاور البلورية عندي كم محور؟ ثلاث محاور، ادي محور وادي محور وادي محور، ده اسمه المحور ايه
ده اسمه المحور بي، ده اسمه المحور سي. قلنا المحور ايه؟ ممتد من الامام للخلف، المحور بي من اليمين لليسار، المحور سي من اعلى الى اسفل. طب الزوايا بين المحورية، الزاوية المحصورة بين المحور ايه والمحور بي قلنا اسمها زاوية جاما. الزاوية المحصورة بين بي وسي اسمها زاوية الفا، الزاوية بين سي وايه اسمها زاوية بيتا. دول الثلاث محور، الثلاث زوايا. اول فصيلة عندي اسمها فصيلة مين؟ المكعبي. فصيلة المكعبي اللي هي اول فصيلة عندي، بتضم ثلاث محاور بلورية. الثلاث محاور بلورية متساوية ومتعامدة، يعني هتلاقي الثلاث محاور بلورية الثلاثة قد بعض والزوايا قد بعض. طالما الثلاثة قد بعض بقول عليهم A1 بتساوي A2 بتساوي A3، والزوايا كلها متساوية ومتعامدة، يبقى أقول زاوية ألفا بتساوي زاوية بيتا بتساوي زاوية جاما بتساوي 90 درجة. دي اسمها ايه؟ فصيلة المكعب. تاني فصيلة اسمها فصيلة الرباعي. فصيلة الرباعي فيها محورين متساويين، هما المحورين الأفقيين، والمحور الرأس يكون أطول أو أقصر منها. يعني هتلاقي فصيلة الرباعي شايفين الاثنين الافقيين متساويين، يبقى فيها ايه واحد بتساوي ايه اتنين لا تساوي سي، يبقى ايه واحد تساوي ايه اتنين لا تساوي سي. وبعدين فيها الثلاث زوايا متساويه ومتعامده، يعني فيها الفا بتساوي بيتا بتساوي جاما بتساوي 90 درجه. فصيله المعين القائم، هتلاقي الثلاث محاور غير متساوي. لو انت بصيت هتلاقي الثلاث محاور غير متساوي، يبقى A و B و C. في حالة تساوي الثلاث محاور قلنا عليهم A1 A2 A3، في حالة تساوي محورين قلنا A1 A2 على المحاور المتساوية والغير متساوي C، في حالة اختلاف الثلاث محاور قلنا عليهم A و B و C. ولكن هنا يبقى A لا تساوي B لا تساوي C، ولكن الثلاث محاور الثلاث زوايا أيضا متساوية ومتعامدة، يبقى ألفا بتساوي بيتا بتساوي جاما بتساوي 90 درجة. بعد كده عندي فصيلة أحادي الميل، ومعظم المعادن تنتمي لهذه الفصيلة، يبقى معظم المعادن بتنتمي لفصيلة أحادي مين. ليه سميناها أحادي الميل؟ فيها محور واحد مايل، فيها محور واحد مايل. لو احنا بصينا هلاقي برضو التلاتة دول مش متساويين، يعني A B C، A لا تساوي B لا تساوي C، ولكن زاوية ألفا هتساوي زاوية جاما لا تساوي زاوية بيتا، فيها واحدة بس مختلفة مش 90 درجة، فيها واحدة بس منفرجة، يبقى فيها محور واحد مايل. أما فصيلة ثلاثي الميل فالثلاث محاور مايلين A B C، برضو فيها A لا تساوي B لا تساوي C، بس الثلاث زوايا ألفا لا تساوي بيتا لا تساوي جاما لا تساوي 90 درجة. يبقى أنت بسرعة كده لو نظرنا نظرة كده هلاقي الثلاث فصائل دول اللي هي فصيلة المكعبي والرباعي والمعاني القائم، الثلاثة متشابهين. متشابهين في إيه؟ إن الزوايا المحورية متساوية وقايمة تساوي 90 درجة. طب الاختلاف، هنا الثلاث محاور متساوية، هنا محورين بس المتساويين، هنا الثلاث محاور مختلفة.
طب فصيلة أحادي الميل وثلاثي الميل برضو متشابهين. متشابهين في إيه؟ إن الثلاث محاور غير متساوي، ولكن الاختلاف إن هنا في محور واحد مايل، هنا الثلاث محاور مايل. هنا فيها ألفا تساوي جاما لا تساوي بيتا، لكن هنا الثلاثة ما بيساووش بعض، ونخلي بالنا من الكلام ده بنغلط بيه في الامتحان. فاضل عندي فصلتين في منتهى الأهمية، ألا وهي فصيلة السداسي وفصيلة الثلاثي. بصوا يا جماعة، الفصيلتين دول فيهم أربع محاور مش ثلاث محاور. ثلاث محاور أفقية متساوية ومحور رابع رأسي عمودي عليه. لو أنا رسمت رسمة مش علينا، هلاقي الثلاث محاور أفقية متساوية، وادي المحور الرابع الرأسي العمودي عليه، يبقى عندي ثلاث محاور أفقية متساوية ومحور رابع رأسي عمودي عليه. الثلاث محاور أفقية بسميهم إيه؟ واحد، اتنين، إيه؟ تلاتة. طب المحور الرابع العمودي عليهم اسمه سي. في الفصلتين، ركز هنا، في الفصلتين سواء كانت الثلاثي أو السداسي، الثلاث محاور أفقية متساوية، إيه؟ واحد تساوي إيه؟ اتنين تساوي إيه؟ تلاتة. لا تساوي سي في الاثنين. مال فين الاختلاف؟ يبقى سواء كان في فصيلة السداسي أو فصيلة الثلاثي، هلاقي إيه؟ واحد تساوي إيه؟ اتنين تساوي إيه؟ تلاتة لا تساوي سي. هنا هلاقي إيه؟ واحد تساوي إيه؟ اتنين تساوي إيه؟ تلاتة لا تساوي سي. الاتنين متشابهين، إن أربع محاور، ثلاث محاور أفقية متساوية وبتحصر ما بينها زوايا متساوية، ومحور رابع رأسي عمودي عليها يختلف عنها في الطول. طب الاختلاف، فصيلة السداسي المحور سي الرأسي ده، المحور سي ده هلاقيه سداسي، يعني لما تمر حوالين المحور الرأسي يتكرر الوجه ست مرات. هنا هلاقي المحور سي ده ثلاثي التماثل، يبقى المحور الرأسي هنا سداسي، المحور الرأسي هنا ثلاثي. طب تاني اختلاف، ان دي لها مستوى تماثل افقي، دي ملهاش مستوى تماثل افقي، يبقى هنا يوجد مستوى تماثل افقي، هنا لا يوجد مستوى تماثل افقي. كان دي واضحة؟ يبقى ده اهم الاختلاف بين فصيلة السداسي وفصيلة الثلاثي. طيب في الباب الثالث هنتكلم في بعض الخواص البصرية والخواص التماسكية للمعادن. والخواص البصرية بتعتمد على تفاعل المعدن مع الضوء الساقط عليه أو المنعكس منه. وأول خاصية من الخواص البصرية نخلي بالنا منها، ألا وهي البريق. يعني إيه بريق؟ البريق يعني درجة انعكاس الضوء على سطح المعدن. خلاص؟ وتنقسم المعادن من حيث البريق، إما معادن لها بريق فلزي، إما معادن لها بريق لا فلزي. طب اللي لها بريق فلزي؟ الذهب، جلينة، دي لها بريق فلزي. طب اللي لها بريق لا فلزي بنقول بريقها إيه؟ توصف بما تشابهه، بوصفها باللي بتبرق زيه. أشوف المعدن ده بيبرق زي إيه؟ أقول بريقه. خلاص؟ وقلنا ما تنساش دي، إن أقل المعادن بريقًا هي التي لها بريق مطفي أو ترابي، بس المعدن مين؟ الكولينايت. هنتكلم ايضا في خاصية اخرى وهي اللون. لون المعدن بيعتمد على ايه؟ ادي المعدن، الضوء الابيض لما يدخل داخل المعدن هيتحلل لسبع الوان اللي هم الوان الطيف. المعدن لونه بيظهر بلون الشعاع الضوئي، طبعا كل لون من دول له طول موجي يختلف عن الاخر. المعدن لو عكس الطول الموجي بتاع الازرق يظهر ازرق، لو عكس بتاع الاحمر يظهر احمر، وهكذا. يقول لي علل، لا يستطيع بضفر الانسان التفرقه بين الجبس والتلك، لان هيخدشهم الاثنين. تلك صلاته واحد، جبس صلاته اثنين، ضفر الانسان اثنين ونص، يخدشهم الاثنين. وكذلك لا يستطيع بضفر الانسان ان نخدش مثلا سي بين الفلورايت والابيتايت، إن صلتهم أعلى من 2.5. فاهمين يا جماعة؟ يبقى ضفر الإنسان 2.5، عملة نحاسية صلادتها 3.5، ثم قطع الزجاج نافذة 5.5،
ثم لوح المغلش الخزفي صلاته 6:30، ودي نخلي بالنا منها. وتستخدم خاصية الصلادة للتمييز بين المعادن النفيسة والمقلدة. المعادن النفيسة لها صلادة أعلى من 7:30، طب المقلدة أقل من 6، طب معظم المعادن الشائعة صلادتها 6:30، نخلي بالنا من دول. طيب هتكلم في الباب الثالث في الصخور، وأنا أهم ما يعنيني أعتقد إن أنتوا بتقعوا فيه اللي الصخور النارية، صح؟ تعال نتكلم في الصخور النارية بشكل أكثر تفصيلاً. الصخور النارية تتكون من الصهير أو المجمى، والمجمى موجودة في خزان المجمى مكونة من العناصر الثمانية في مجموعة السيليكات في صورة مصهور مع بعض الغازات أهمها بخار الماء، وموجودة هذه العناصر في صورة أيونات. طالما درجة الحرارة هنا مرتفعة الأيونات ما بتتحدش مع بعض عشان تكون عناصر، بالتالي العناصر ما بتكونش معادن، بالتالي المعادن ما بتكونش صخور. طب لما درجة الحرارة تقل، لو طلعت المجمة وبردت تحت سطح الأرض على أعماق كبيرة من سطح الأرض هتكون صخور نارية جوفية. طب لو طلعت من بركان وبردت فوق سطح الأرض هتكون صخور نارية سطحية أو بركانية. طب لو بردت هنا بين الصهير والطبقات المحيطة أقرب للسطح بتكون صخور نارية متداخلة. طب احنا لما نيجي نقسم الصخور النارية، إما هقسمها على أساس مكان وظروف التبلور، إما هقسمها على أساس التركيب المعدني والكيميائي. طب على أساس مكان وظروف التبلور قسمتها لصخور نارية جوفية وصخور نارية سطحية أو بركانية وصخور نارية متداخلة. طب الصخور النارية الجوفية بتتكون فين؟ في باطن الأرض على أعماق كبيرة من سطح الأرض. طب الصخور النارية الجوفية لما تيجي تبرد بتبرد ببطء ولا بسرعة؟ ببطء. طب لما تبرد ببطء ألاقي تكون بلورات كبيرة الحجم قليلة العدد ترى بالعين، وده سؤال مهم قوي. يقول لي يعتبر الصخر الناري من النوع الجوفي إذا احتوى على بلورات كبيرة واضحة ترى بالعين. تعليلها تبريد البطيء بيعطي فرصة لتجمع عدد كبير من الأيونات حول مركز تبلور واحد. وكل الصخور النارية الجوفية يكون نسيجها خشن. ليه نسيجها خشن؟ عشان بلوراتها كبيرة. طب ليه بلوراتها كبيرة؟ عشان بردت ببطء. أما الصخور النارية السطحية اللي بردت فوق سطح الأرض معدل التبريد بيكون سريع، بتبرد بسرعة. معدل التبريد بيكون سريع فبتبرد بسرعة، ولذلك تحتوي على بلورات كثيرة العدد صغيرة الحجم لا ترى بالعين. طب تعليلها كل الصخور النارية السطحية تحتوي على بلورات لا ترى بالعين عددها كتير بس صغيرة، إن التبريد السريع لن يعطي فرصة للأيونات أن تتجمع حول مركز تبلور واحد، وبالتالي كل نسيجها يكون ناعم أو زجاجي أو دقيق التبلور. يبقى أنا عرفت إن الصخور النارية الجوفية نسيجها خشن إن بلوراتها كبيرة، الصخور النارية السطحية نسيجها ناعم لأن بلوراتها صغيرة، أما الصخور النارية المتداخلة هي بتبرد هنا كده بتبرد ببطء فتكون بلورات كبيرة، لما تطلع هنا تبرد بسرعة فتكون بلورات صغيرة، يبقى التبريد بتاعها ببطء ثم بسرعة، لذلك تحتوي على نوعين البلورات، بلورات كبيرة تكونت في باطن الأرض حينما كان التبريد بطيء، ثم بلورات صغيرة تكونت في الموضع الجديد قرب السطح لما التبريد كان سريع
ولها نسيج بورفيري، يبقى دي لها نسيج، الجوفيه لها نسيج خشن، السطحيه لها نسيج ناعم او زجاجي، المتداخله لها نسيج بورفيري. يبقى انا كده قسمت الصخور الناريه على اساس مكان وظروف الطبر. تعالوا نقسم الصخور الناريه على اساس التركيب المعدني والكيميائي. بقسمها لاربع انواع. نركز قوي في الجزء ده بقى. صخور فوق قاعديه، وصخور قاعديه، وصخور متوسطه، وصخور حامضيه. طب نقسم مع بعض كده. برضو مع بعض ونركز في الجزء ده، مهم قوي. ادي الماجما. الماجما لو طلعت وبردت هنا كده، قلنا كل الصخور المتكونه هنا صخور مين؟ جوفيه. بس اول ما الماجما تطلع هنا هتبقى درجه الحراره مرتفعه. اول نوع من الصخور يتكون عند درجه حراره مرتفعه هو صخور فوق قاعديه. الصخور فوق القاعدية اللي هي أول صخور تكونت في المراحل الأولى عند درجة حرارة مرتفعة، يكون لونها أسود غامق، تكون غنية بعناصر الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، تكون نسبة السيليكات فيها أقل من 45%. تاني، يبقى الصخور فوق القاعدية صخور لونها أسود غامق، أول صخور تكونت في المراحل الأولى، أول صخور تكونت في المراحل الأولى، غنية بعناصر الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، نسبة السلكة فيها أقل من 45%. درجة الحرارة بدأت تقل، لما وصلت تقريبا ل 1100 درجة مئوية قامت متكونة صخور قاعدية. طب الصخور القاعدية برضو لونها أسود غامق. طب السلكة فيها بدأت تزيد ولا تقل؟ تزيد، بقت من 45 ل 55%. برضه فيها عناصر حديد وكالسيوم ومغنيسيوم بس بنسبة أقل. طب لما درجة الحرارة بدأت تبقى متوسطة، قامت متكونة صخور إيه؟ متوسطة. طب نسبة السلكة فيها بقت من 55 ل 66%. ما بقاش فيها حديد وكالسيوم، بقى فيها صوديوم ومغنيسيوم. لأن بعد تبلور 50% من الصهير أصبح الصهير فقير تماما في عناصر الحديد والكالسيوم، وبدأ يبقى غني بالصوديوم والبوتاسيوم. طب أما تنخفض درجة الحرارة إلى 750 درجة مئوية، آخر صخور تكون في المراحل الأخيرة هي الصخور مين؟ الحامضية. بقت لونها وردي فاتح. طب نسبة السلكة فيها بقت أكثر من 66%. بقت فيها حديد وكالسيوم ومغنيسيوم؟ لا، يزيد صوديوم وبوتاسيوم. تاني بقى، يبقى اول صخور تكونت في المراحل الاولى عند درجه حراره عاليه هي الصخور فوق القاعديه اللي نسبه السيليكات فيها اقل من 45%، اللي لونها اسود غامق. طب بعد كده لما انخفضت درجه الحراره ل 1100 درجه مئويه اتكونت صخور قاعديه لونها ايضا اسود غامق، بس السلكه زادت ولا قلت؟ زادت، بقت من 45 ل 55%. طب لما انخفضت درجه الحراره وبقت درجه حراره متوسطه، تكونت صخور متوسطه، السلكه بدات تزيد من 55 ل 66% ولونها بقى بين الفاتح والغامق. طب اخر صخور تكونت في المراحل الاخيره من تبلور الصهير هي الصخور الحامضيه. بقت السلكة فيها أكثر من 66%، بس بقت غنية بالصوديوم والبوتاسيوم. واضحة؟ كل دي كده صخور نوعها صخور إيه؟ جوفية. كلها صخور إيه؟ جوفية. ولكن اتقسمت الصخور الجوفية لأربع أنواع حسب التركيب المعدني والكيميائي ونسبة السلكة. طيب، أما يقول لي هات مثال لصخر فوق قاعدي جوفي، عندي صخر البيروديت. طب صخر قاعدي جوفي، عندي الجابرو. طب صخر متوسط جوفي، عندي الدايورايت. طب
طب صخرة حامض يجوفي عندي الجرانيت. فاهمين؟ طيب بعد كده هي السخون اللي اتكونت فوق سطح الأرض دي اسمها صخور مين؟ سطحية أو بركانية. برضو تضم الأربع أنواع؟ نعم تضم الأربع أنواع. يبقى عندي سطحية فوق قاعدية، وعندي سطحية قاعدية، وعندي سطحية متوسطة، وعندي سطحية حامضية زي الجوفية. طيب الفوق قاعدي ده اتكون عند درجات حرارة مين؟ مرتفعة. نفس ده بالظبط. يعني الفوق قاعدي الجوفي نسبة السلكة فيه كام؟ أقل من 45. طب الفوق قاعدي السطح نسبة السلكة أقل من 45. ده لونه أسود غامق، ده لونه أسود غامق. غني بالحديد والكالسيوم، غني بالحديد والكالسيوم. أمال إيه الفرق؟ إن ده فوق قاعدي إيه؟ جوفي، بقى نسيجه خشن، أما ده فوق قاعدي سطحي بقى نسيجه ناعم. ده قلنا البيروديت يبقى ده الكوماتايت. يبقى البيروديت والكوماتايت يعتبروا ايه؟ برافو عليكم، مكافئين. المكافئات الصخريه هو صخر له نفس التركيب المعدني والكيميائي للصخر الاصلي، ولكن يختلف في النسيج لاختلاف ظروف التبلور. مثلا قلنا القاعدي الجوفي زي الجبر، طب القاعدي السطحي زي البازلت. يبقى البازلت والجبر الاثنين لهما نفس التركيب، ولكن اختلف فيه النسيج لاختلاف ظروف التبلور. واحد جوفي فنسيجه خشن، واحد سطحي فنسيجه ناعم. واضحه؟ بنفس الطريقه الاقي صخور متداخله، بس المتداخله هتبقى متداخله قاعديه ومتداخله متوسطه ومتداخلة حامضية. هو القاعدي ده تكون عند درجة حرارة أعلى من 1100، صح؟ طب القاعدي ده تكون عند حرارة أعلى من 1100، طب القاعدي ده تكون عند حرارة أعلى من 1100. يبقى كلهم نفس درجات الحرارة، ولكن الفرق ما بينهم إيه؟ إن ده برد ببطء فنسيجه خشن، ده برد بسرعة فنسيجه ناعم. طب ده برد ببطء وبسرعة بقى نسيجه بورفيري، ودي اكتر حته في الامتحان بتلخبط، اكتر حته في الامتحان بتلخبط. هعمل لكم جدول لكل انواع الصخور رغم انه موجود عندكم، يعني لا مش في دي. الفرق بين الصخور فوق القاعديه والقاعديه والمتوسطه والحامضيه، ان دي اكتر حته بنتلخبط بيها في الامتحان. بص كده معايا، ده جوفي وده سطحي وده متداخل. فوق قاعدي، قاعدي، متوسط، حامضي. مين الصخر اللي فوق قاعدي الجوفي؟ قلنا البيروديت. مين الصخر الفوق قاعدي السطحي؟ قلنا الكوماتايت. مفيش متداخل. يبقى الاثنين دول صخور فوق قاعديه، الاثنين دول صخور ايه؟ طالما فوق الاثنين صخور فوق قاعديه، يبقى الاثنين نسبه السلكه فيهم اقل من 45، الاثنين لونهم اسود غامق، الاثنين غني بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، ولكن الفرق ان ده سطح جوفي يبقى خشن، ده سطحي يبقى ناعم. طيب نيجي للصخور القاعديه، مين القاعدي الجوفي؟ الجبر. مين السطحي؟ البازلت. مين المتداخل؟ ها؟ الدولورايت. يبقى ده وده وده متشابهين ولا لا؟ يبقى مكافئات. يبقى الجبر مكافئ البازلت، والبازلت مكافئ الجبر، والدلورايت وهكذا. كلهم لهم نفس التركيب المعدني والكيميائي. كلهم نسبة السيليكا من 45 ل 55%. كلهم لونهم اسود غامق، ولكن الفرق ما بينهم ان ده جوفي خشن
سطحي ناعم وده متداخل بورفيري. نيجي للصخور المتوسطة، مين المتوسط الجوفي؟ قلنا الدايورايت. والسطحي الانديزايت. والمتداخل المايكرو دايورايت. برضو ده خشن، ده ناعم وده بروفيري، بس كلهم نسبة السيليكا من 55 لـ66%، كلهم لونهم بين الفاتح والغامق، لأن كلهم مكافئات. نيجي للصخور الحامدية، مين الحامدي الجوفي؟ الجرانيت. مين السطحي؟ عندي ثلاثة، اللي هو الرايولايت والأوبسيديان والبيومس. طب نفرق ما بينهم الثلاثة ازاي؟ الرايولايت يقول لي دقيق التبلور، الأوبسيديان زجاجي لما تبلور بعد، البيومس غني بالفقاقيع الهوائية عشان كده وزنه بيبقى خفيف. طب مين المتداخل اللي هو اسمه المايكرو جرانيت؟ لو احنا فاهمين دي كويس يبقى في حتت في الامتحان اللي هي بيقول عليها ال 15% بتوع المستويات العليا ما نغلطش فيها، في الحته دي مهمه جدا، اكتر حتت بتلخبطنا في الامتحان. بسرعه في الباب الثالث هقول جزء في الصخور المتحوله عشان برضو في حته بنوع فيها. ما معنى يتحول الصخر؟ يتحول الصخر اولا اي صخر عرضه للتحول، اي صخر سواء كان ناري او رسوبي او حتى متحول فهو عرضه للتحول اذا تعرض لظروف جديده من الضغط والحراره. اذا حصل له عمليه دفن عميق في باطن الارض وتعرض لظروف جديده من الضغط والحراره فالصخر عاوز يبقى ايه؟ يصبح في حاله اعاده توازن مع الظروف الجديده. يبدا بقى يغير بعد معادنه، يغير نسيجه، يعاد ترتيب بلوراته حتى يصبح في حالة إعادة توازن مع الظروف الجديدة اللي تعرض لها. طيب عندي صخور متحولة بتأثير الحرارة وصخور متحولة بتأثير الضغط والحرارة. الصخور المتحولة بتأثير الحرارة صخور متحولة قتالية. طب تأثير الحرارة على التحول، درجة الحرارة بتؤدي إلى كبر حجم البلورات. بشبهها بالظبط زي ما اجيب الذره الصغير ده واحطه على النار يتحول لفشار. الدرايه كانت قد كده، على الحراره لقيت الفشار بقى قد كده. نفس الفكره، درجه الحراره بتخلي البلورات حجمها يكبر وتتلاحم مع بعضيها. طب المتحوله بتاثير الضغط تاني بقى، يبقى المتحول بتاثير الحراره لقينا البلورات كبرت وتلاحمت مع بعضيها. طب المتحول بتأثير الضغط، ايه اللي بيحصل بالنسبة لتأثير الضغط؟ قلنا درجات الحرارة أدت إن البلورات بتأثير الحرارة نمت وتلاحمت مع بعضها. طب بتأثير الضغط، البلورات أهي بتأثير الضغط ألاقي البلورات تترتب في اتجاه واحد ويكون ترتيبها عمودي على اتجاه الضغط عشان تقلل تأثير. لو الضغط جاي كده تترتب كده، طب لو الضغط جاي كده تترتب كده. هنتكلم على صخور متحولة قتالية وصخور متحولة متورقة. صخور المتحولة القتالية قال لي الكوارتزايت، وده متحول إما من الكوارتز إما من الرمال المحتوي على الكوارتز. ثم من أشهر، وخلي بالك من السؤال ده، من أشهر أنواع الصخور المتحولة القتالية الرخام. يبقى الرخام صخر متحول قتلي. طب هو صخر متحول من مين؟
من الحجر الجيري. طب الحجر الجيري مكون من معدن اسمه الكالسايت، طب الرخام مكون من معدن اسمه الكالسايت، ده تشابه ما بينهم، ولكن ايه الاختلاف؟ بلورات الكالسايت هنا صغيره ومتباعده عن بعضها. لما نزل في باطن الارض بتاثير الحراره البلورات كبرت وتلحمت، عشان كده الاقي الرخام اقصر صلابه من الحجر الجيري رغم الاثنين من الكالسايت. طب تعليلها، تاثير الحراره ادت الى نمو بلورات الكالسايت، نمت وتلحمت مع بعضها. طب الصخور المتحوله المتورقه، صخر متحول كتلي بقى بتاثير الحراره، اللي هو ان الحراره ادت الى كبر البلورات وتلاحمها او نمو البلورات وتلاحمها. طب المتحول المتورق، بص، بتاثير الضغط والحراره، وقال البلورات التي نمت بتاثير الحراره تترتب في اتجاه واحد يكون ترتيبها عمودي على الضغط لتقلل تاثيره. اول صخر اسمه صخر الاردواز، يبقى الاردواز ده صخر متحول، متحول بتاثير الضغط مرتفع وحراره منخفضه. طب متحول من ايه الاردواز؟ متحول من الطفل، يبقى ده كان اصله ايه؟ طفل، وتحول بتاثير ضغط مرتفع وحراره منخفضه الى اردواز. تاني نوع من الصخور المتحوله المتورقه اسمه الشيست، وخصوصا الشيست الميكائي، ده صخر متحول ايضا بتاثير الضغط والحراره. متحول منين؟ متحول من الصخور الطينيه الغنيه بصفائح المايكا. عندي صخر طيني غني بصفائح المايكا تعرض لضغط وحراره يتحول الى شيست، وهو صخر متورق غير متقطع. يعني ليه بلوراته عامله كده؟ مش متقطعه. ده الشيست الميكائي. اما اخر صخر من الصخور المتحوله فهو النيس، والنيس صخر متحول بتاثير الضغط والحراره على الجرانيت، ولكن صخر متحول متقطع، يعني عامل كده. يبقى ده متحول غير متقطع اللي هو الشيست الميكائي، وده متحول متقطع اللي هو مين؟ اللي هو النيس. في نظريه الزحف القاري بتاعت الفريد فيجنر، اللي هو نص النظريه ان القارات جميعها كانت عباره عن كتله واحده عملاقه تعرف باسم ام القارات بانجيا، مكونه من صخور السيالفه كصخور الصايمه، بدات تنفصل متباعده عن بعضها منذ حقبه الحياه المتوسطه منذ حوالي 220 مليون سنه الى ان اخذت وضعها الحالي في زمن البليستوسين. كلنا بندور على شواهد فيجنر وخصوصا المغناطيسيه القديمه. احنا لو نتذكر مع بعض من الباب الاول جيولوجيا، قلنا بعد ما العلماء قسموا لب الارض الى خارجي سائل وداخلي صلب تم التعرف على اصل المجال المغناطيسي الارض. اذا الارض مغناطيس والارض لها مجال مغناطيسي. اذا اي صخر ناري يتكون ويحتوي على معادن قابلة للمغنطة مثل الحديد هياخد مغناطيسية المكان اللي اتكون فيه. بمعنى لو أنا قلت أدي الأرض، كل السخور التي تتكون بالقرب من خط الاستواء لها زاوية ميل مغناطيسي مقدارها صفر. أي صخر ايا كان عمره اتكون النهارده، اتكون من 5 مليون سنه، اتكون من 20 مليون سنه، طالما تكون عند خط الاستواء فهو له زاويه ميل مغناطيسي بتساوي صفر. وكل الصخور التي تتكون بالقرب من القطب لها زاويه ميل بتساوي 90. طب الصخور اللي اتكونت هنا لها زاويه ميل 30، واللي اتكونت هنا لها زاويه ميل 60. طب اللي اتكونت هنا 15 20، وهكذا. يبقى كل صخر يتكون في مكان بياخد زاوية ميل وزاوية انحراف مغناطيسي المكان اللي اتكون فيه. طب تعالوا مع بعض،
يبقى السخونة التي تكونت بالقرب من خط الاستواء لها زاوية ميل بيساوي صفر. طيب احنا بالقرب من المنطقة القطبية ولقينا صخر عمره 50 مليون سنة، بالمنطق كده الصخر ده موجود بالقرب من المنطقة مين؟ قطبية، مفروض له زاوية ميل مغناطيسي بتساوي 90. طب لو لقيت الصخر ده له زاوية ميل بتساوي صفر، يبقى بصرف النظر عن مكانه الحالي هذا الصخر منذ 50 مليون سنة تكون بالقرب من، ثم نقل إلى وضعه الحالي، يبقى في ضعف قاري ولا ما فيش ضعف قاري؟ يبقى دي المغناطيسية أكبر دلائل على حدوث ضعف قاري. يبقى يقول لي ما الذي يدل عليه؟ وجود صخر له زاوية ميل 20 مثلا بالقرب من المنطقة القطبية، يبقى هذا الصخر بصرف النظر عن عمره هذا الصخر تكون بالقرب من منطقة خط الاستواء ثم نقل إلى وضعه الحالي، وده أكبر دلائل على الزحف القاري. هنتكلم بعد كده في نظرية في منتهى الأهمية، ألا وهي نظرية تكتونية الألواح. فروض النظرية بيقول لي سطح الأرض محاط بعدد كبير من الألواح، هذه الألواح بعضها قاري يعني تحت القارات يبقى يتكون من صخور السيال، وبعضها محيطي يتكون من صخور الصلب. بيقول لي سمك هذه الألواح في المتوسط حوالي 100 كيلومتر. ثلاثة، هذه الألواح في حالة حركة مستمرة، اللوح ده بيتحرك إما متباعدة إما متقاربة. أربعة، نهاية هذه الألواح في نهاية هذا اللوح؟ قال لي إما عند سلاسل جبال عالية إما عند أغوار عميقة في قاعان البحار والمحيطات. طب تعال نشوف سبب حركة الألواح التكتونية. برضو لو رجعنا بالذاكرة للباب الأول جيولوجيا، قلنا الجزء العلوي من الوشاح الذي يعرف باسم الأسينوسفير كنا بنقول يتكون من صخور لدينة مائعة تتصرف تصرف سوائل فتسمح بانتشار دوامات تيارات الحمض. تعال نتكلم على الموضوع ده. آدي لوح محيطي مكون من صخور صايمة، هنا في لوح قاري مكون من صخور سيال، ولوح قاري مكون من صخور سيال، وادي الأسينوسفير، وبعدين ادي الوشاح الداخلي، وادي اللب الخارجي واللب الداخلي. قلنا الجزء ده تكون من صخور لدنة مائعة تتصرف تصرف السوائل تحت ظروف خاصة من الضغط ودرجة الحرارة فتسمح بانتشار دوامات تيارات الحمض. الحتة دي بينشأ فيها تيارات اسمها دوامات الحمل. طيب ما معنى ان الجزء ده بينشأ فيه حاجة اسمها تيارات حمل صاعدة وتيارات حمل هابطة؟ بسبب ايه؟ قال لي تنشأ نتيجة تباين. معنى تباين يعني اختلاف توزيع درجات الحرارة في الجزء العلوي من الوشاح. تعال فهمها لك بطريقة أفضل شوية. لو أنا عندي إناء فيه مية على النار، المية بتسخن منين الأول؟ من تحت. لما تسخن كثافتها تقل تقوم طالعة لفوق، تطلع لفوق يحصل لها إيه؟ تبرد، تقوم كثافتها تزيد تقوم نازلة لتحت. ده اللي بيحصل هنا. درجة الحرارة هنا أعلى من درجة الحرارة هنا، فتطلع لفوق، درجة الحرارة تقل فتنزل لتحت، تسخن فتطلع لفوق، تبرد فتقوم نازلة لتحت، وهكذا. دي اسمها دوامات تيارات الحمل. عندي دوامات تيارات الحمل صاعدة ودوامات تيارات حمل هابطة. ركز بقى. طب تيارات دوامات الحمل الصاعدة بتكون حيض وسط محيط، بس لو طلعت أسفل إيه؟ لوح محيطي. ركز والنبي قوي. لو طلعت تيارات الحمل الصاعدة أسفل لوح محيطي كونت حيض وسط محيط. آدي اللوح المحيطي اتكون هنا في ايه؟ اللي اتكون ده اسمه حيض وسط محيط نتيجة تيارات الحمل الصاعدة. طيب لو افترضنا مع بعض ان ده لوح قاري مش لوح محيطي،
وطلعت طيارات الحمل الصاعده اسفل اللوح القاري، هيكون ايه؟ حوض محيطي. حوض محيطي تاني، طيارات الحمل الصاعده اسفل اللوح المحيطي كونت حيض وسط محيط. طب طيارات الحمل الصاعده اسفل اللوح القاري كونت حوض محيطي، كان سبب في تكون بحر زي تكون البحر الاحمر. معايا؟ طيب طيارات الحمل الهابطه لما دي تبدا تنزل تحت دي ودي تنزل تحت دي يتكون هنا اغوار عميقه، يبقى طيارات الحمل الصاعده كونت حيض وسط محيط، طيارات الحمل الهابطه كونت ايه؟ حوض محيطي. طيب يبقى ما يقولي سبب حركه الالواح التكتونيه سببها تباين توزيع درجات الحراره في الجزء العلوي من الوشاع، فتنشا طيارات حمل صاعده ينشا عنها حيض وسط محيط او ينشا عنها حوض محيطي، طيارات حمل هابطه ينشا عنها اغوار عميقه. ماشي؟ طب انواع حركه الالواح التكتونيه، عندي حركة اسمها حركة تباعدية، وطالما تباعدية ما بقوة شد ولا بقوة ضغط؟ بقوة شد. طالما بقوة شد يبقى ينشأ عنها فوالق عادية، والحركة التباعدية تسمى حركة بناءة. تاني، يبقى الحركة التباعدية بقوة شد ينشأ عنها فوالق عادية تعرف باسم الحركة البناءة. طب حركة تباعدية بين لوحين محيطيين ينشأ حيض وسط محيط. طب لو حركة بين لوحين قاريين ينشأ حوض محيطي يكون سبب في تكون بحر زي تكون البحر الأحمر. طب كيف تكون البحر الأحمر؟ عندما تباعد اللوح العربي عن اللوح الأفريقي نشأ حوض محيطي ببطء شديد كان سبب في تكون البحر الأحمر. اسمها حركة تباعدية. طب الحركة التقاربية، إما التقاربية بين لوحين قاريين، إما التقاربية بين لوح قاري ولوح محيطي، إما التقاربية بين لوحين محيطيين. طب لو قلنا تقاربية بين قاري وقاري، قاري وقاري الاثنين لهما نفس الكثافة مش كده؟ يتداخلوا مع بعض ويتكونوا سلاسل جبال عالية زي سلاسل جبال الهيمالاي. يبقى لو تداخل لوح قاري مع لوح قاري الاثنين تداخلوا يكونوا سلاسل جبال عالية، يبقى دي اسمها حركة تقاربية بين لوحين قاريين. طب لو حركة تقاربية بين لوح محيطي ولوح قاري، مين الأعلى كثافة؟ المحيط، فيندس المحيط أسفل القاري، يبقى لما يقترب لوح محيطي من لوح قاري اللوح المحيطي الأعلى كثافة يندس تحت اللوح القاري الأقل كثافة. طب هنا يتكون إيه؟ يتكون أغوار عميقة ويتكون براقين تعمل سلاسل جبال بركانية أو سلاسل جبال غير عالية زي سلاسل جبال الإنديز. طب محيطي ومحيطي، يندس المحيط الأعلى كثافة أسفل المحيط الأقل كثافة، يعني عندي محيطي أعلى كثافة يندس تحت المحيط الأقل كثافة، برضو يتكون أغوار عميقة، أغوار في قاعان البحار، وبرضو تطلع هنا براقين. طب البركان اللي يطلع هنا يكون قوس جزر بركانية. تاني بقى، يبقى لو حركة تباعدية قلنا بقوة شد، حركة تباعدية ينشأ عنها فوالق عادية، حركة تباعدية حركة بناء، حركة تباعدية باللوح محيطي تكون حيض وسط محيط، لوح قاري تكون ها حوض محيطي. طب حركة تقاربية، تقاربية باللوحين قاريين تكون سلاسل جبال عالية، تقاربية بين محيطي وقاري يندس المحيط الأعلى كثافة أسفل القاري الأقل كثافة وتكون أغوار عميقة وتكون سلاسل جبال غير عالية. طب محيطي ومحيطي، يندس المحيط الأعلى كثافة أسفل المحيط الأقل كثافة ويتكون أغوار عميقة في قاعان البحار كما يتكون قوس جزر بركانية. طب الحركة التقاربية بقوة شد ولا بقوة ضغط؟ ضغط. تباعدية شد، تقاربية ضغط، يبقى ينشأ عنها فوالق معكوسة وتسمى حركات هدامة. آخر نوع حركات انزلاقية،
عندما ينزلق حافة لوح مع حافة لوح آخر، لوح أهو ولوح أهو، هنزلق حافة لوح مع حافة لوح آخر فتكون صدع انتقالي عمودي، وأشهرها في صدع سان أندرياس كما توجد في خليج العقبة. واضح؟ ده مهم قوي برضو، ده في سؤال في الامتحان. آخر حاجة عشان تروحوا تذاكروا، في الباب الخامس بنتكلم فيه، قلنا سطح الأرض فيه ثبات ظاهري، يعني قدام عينيا شكله ثابت، ولكن في الحقيقة إن سطح الأرض فيه تغير مستمر. إيه اللي بيخلي سطح الأرض يتغير؟ قلنا هنقسم العوامل اللي تغير شكل سطح الأرض إلى قسمين، في عوامل خارجية وعوامل داخلية. العوامل الخارجية رياح، أمطار، سيول، بتستمد طاقتها من الشمس، ومصدرها إما الغلاف الهوائي إما الغلاف المائي، وتعمل على تفتيت الأجزاء المرتفعة وترسبها في أماكن منخفضة. طب العوامل الداخلية، زلازل، براكين، حركات أرضية، بتستمد طاقتها من الضغط والحرارة الشديدين في باطن الأرض، وهي اللي بتؤدي إلى ارتفاع أجزاء كبيرة إلى سطح الأرض. عشان كده قال لي لولا وجود العوامل الداخلية لأصبحت الأرض مسطحة خالية من التضاريس. طب أنا هتكلم في العوامل الخارجية، لها عمل هدمي اسمه التعرية وعمل بناء اسمه الترسيب. يعني إيه تعرية؟ أما أجي نعري حاجة، قال لي لازم الأول نحول الأجزاء الصلبة إلى أجزاء مفتتة، ثم يزال الفتات. طب لما يزال الفتات تتعرض طبقة أخرى للتفتيت فينقص بذلك حجم الصخر. طب حجم الصخر هيتم ينقص لحد ما يوصل إلى مستوى سطح البحر اللي هو المستوى القاعدي للتعرية. أول مراحل التعرية، وده اللي يهمني بقى، التجوية. يعني إيه تجوية؟ يعني أثر عوامل الجو على الصخور وتفتتها. طب لو فتت الصخر إلى قطع من نفس المكونات يبقى اسمها تجوية ميكانيكية. طب لو حلل معادن الصخر وغيرها إلى معادن جديدة بفعل إضافة عنصر أو أكثر أو فقد عنصر يبقى اسمها تجوية إيه؟ كيميائية. تعال نتكلم في أول نوع من التجوية، ألا وهو التجوية الميكانيكية. أما نيجي نتكلم على عوامل التجوية الميكانيكية، عوامل التجوية الميكانيكية، عندي عوامل فيزيائية وعندي عوامل حياتية أو بيولوجية. العوامل الحياتية أو البيولوجية اللي هي تأثير النبات أو الحيوان. النبات لما يضرب جذوره في التربة عند بحثه عن المية بيفتت الصخر إلى قطع صغيرة، وكذلك الحيوانات لما تحفر أنفاق في التربة بتفتتها وتجعلها عرضة للنقل. طب العوامل الفيزيائية، عندي ثلاث عوامل في منتهى الأهمية. عندي تجمد الماء، وعندي التمدد الحراري، وعندي تخفيف الحمل أو إزالة الأحمال. تجمد الماء، كلنا عارفين إن المية لما تتجمد حجمها بيزيد، صح؟ طيب لو أنا عندي جبل، ليه جبل؟ عشان دائما درجات الحرارة تنخفض فوق قمم الجبال ليلا. وعندي صخرة، المية تسربت دخلت إلى مثام أو فواصل الصخور. عندما تنخفض درجة الحرارة ليلا إلى صفر درجة مئوية، المية يحصل لها إيه؟ هتتجمد. لما الماء تتجمد حجمها هيزيد. مع تكرار التجمد والذوبان والتجمد والذوبان هيفصل قطع من الصخر، هذه القطع هتسقط عند قدم الجبل او الهضبه مكونه ما يعرف باسم منحدر ركامي. يبقى تجمد الماء ادى الى عمل تجويه ميكانيكيه في الصخور. تاني حاجه التمدد الحراري. لو في صخر ملقى في منطقه صحراويه، ليه منطقة صحراوية؟ عشان الفرق بين حرارة الليل والنهار كبير. بالنهار الجو حر قوي وبالليل برد قوي. والصخور مكونة من معادن، والمعادن بتتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. فالصخر يتمدد نهارا وينكمش ليلا، وتمدد نهارا وينكمش ليلا. مع تكرار التمدد والانكماش هيضعف من قوة التماسك بين جزيئات الصخر
يؤدي الى تفتته الى قطع صغير. طبعا هيسهل الكلام ده اكتر التجويه الكيميائيه. اخر عامل مهم قوي التمدد الحراري، اسف، تخفيف الحمل او ازاله الاحمال. ودايما اقول لك لو انت عندك ترابيز السفره وعليها ازاز وحاطط عليه فازه تقيله قوي بقى لها سنتين ثلاثه راكنها عليه، مجرد ما تدخل وتشيل الفازه دي، عارف الازاز هيحصل له ايه؟ هيتكسر. ليه؟ الفازه بتضغط على الازاز، الازاز بيضغط بضغط معاكس عليها طبقا لقانون نيوتن لكل فعل له رد فعل. مجرد ما تشيل الفازه بقى ضغط الازاز اكبر ولا لا؟ فيتكسر. نفس الموضوع لو انا عندي صخر ناري جوفي في باطن الارض زي الجرانيت، في صخور واقعه عليه، الصخور دي بتضغط لتحت والصخر بيضغط لفوق بقوتين متساويتين. طب لما الصخر ده يصعد الى سطح الارض، اما يطلع فوق ما بقاش الصخور دي عليه، بقى الضغط اللي جوه الصخر اعلى ولا لا؟ فالصخر اسمه يتقشر، تتكون عليه قشور من بره. ليه؟ عشان ما بقاش فيه مقاومه، ما بقى فيه قوه ومقاومه، انا شلت القوه بقت المقاومه اكبر ولا لا؟ فيتمدد الصخر الى اعلى حيث لا توجد مقاومه، وده مهم جدا. واللي يسهل عمل الكلام ده يخليه اسرع وجود تجويه كيميائيه اللي انا هتكلم عليها بعد شويه. يعني ايه تجويه كيميائيه؟ هنا الصخر بقى مش بيتجزا، الصخر بايه؟ بيتحلل. زي ما اجيب مسمار واسيبه في الهواء الرطب هيتحول الى ايه؟ اكسيد حديد. تلاقيه اتفتت ولا لا؟ بس لما اتفتت اتفتت الى مكونات تختلف عن المسمار، بقى اسمها تجويه كيميائيه. يبقى التجويه الكيميائيه الصخر بيتحلل وتتغير معادنه الى معادن جديده بفعل اضافه عنصر او اكثر او فقد عنصر او اكثر من الصخر. اول عامل من عوامل التجويه الكيميائيه تحت تاثير الماء اسمها الاذابه، اللي هو قال لي الصخور الجيريه بتذاب تماما تحت تاثير الامطار الحمضيه. ولسه ممتحنين كيمياء النهارده وعارفين اذابه الصخور الجيريه تحت تاثير الامطار الحمضيه. من غير ما اكتب المعادله كفايه عليكم كيمياء. يبقى الصخور الجيريه بتذاب تماما تحت تاثير الامطار الحمضيه. وبعد كده عندي حاجه اسمها التميؤ. يعني ايه تميؤ؟ يعني دخول الماء واندماجه ضمن التركيب المعدني للصخر. واشهر مثال على ذلك صخر الانهيدرايت اللي هو كبريتات الكالسيوم اللامائيه، يمتص الماء وتحول الى جبس كبريتات كالسيوم مائي. عندي من عوامل التجويه الكيميائيه عامل مهم قوي نركز فيه اسمه ايه بقى؟ الاختلاف بين ظروف تكون المعدن والظروف السطحيه. ركز كده، انا عندي صخر الجرانيت مكون من ثلاث معادن، معدن اسمه فلوسبار ومعدن اسمه مايكا ومعدن اسمه كوارتز. الفلوسبار تكون تحت اول المعادن تكونا تحت ضغط وحراره مرتفعه. المايكا تكون بعديه تحت ضغط وحراره مرتفعه. الكوارتز اخر معادن صخر الجرانيت تكونا تحت ضغط وحراره منخفضه. طب اسمع كده معايا المبدا الجيولوجي بيقول ايه وحاول تفهم. قال لي كلما كان الاختلاف كبير، الاختلاف كبير بين ظروف تكون المعدن والظروف السطحيه يكون اكثر عرضه للتجويه الكيميائيه. بمعنى لو معدن تكون تحت ضغط وحراره مرتفعه يبقى ظروفه تشبه ظروف السطح ولا تختلف عنها؟ تختلف، يتاثر بالتجويه الكيميائيه. طب لو معدن تكون تحت ضغط وحراره منخفضه ظروفه تشبه ظروف السطح، ما تاثرش بالتجويه الكيميائيه. وبناء عليه مين المعدن اللي اتكون تحت ضغط وحراره منخفضه؟ كوارتز. فاذا الكوارتز لا يتاثر بالتجويه الكيميائيه، لا يتاثر بحمض الكربونيك. طب المايكا تحت تاثير التجويه الكيميائيه تحت تاثير حمض الكربونيك هيتحول الى معادن من فصيله الطين وخصوصا المايكا السوداء. طب الفلوسبار اكثر معادن صخر الجرانيت تاثرا بالتجويه الكيميائيه. ليه؟ اولا ظروف تكوينه تختلف عن ظروف السطح، وبالتالي يتحول تحت تاثير حمض الكربونيك الى معادن من فصيله الكولينايت. هنا في اسئله كتيره قوي في اختيارات.
يقول لي المعدن الوحيد من صخر الجرانيت لا يتأثر بالتجويه الكيميائيه الكوارتز. اقصر معادن صخر الجرانيت تأثرا بالتجويه الكيميائيه الفلوسبار. علل الكوارتز من صخر الجرانيت لا يتأثر بالتجويه الكيميائيه. الاجابه جزئين. اولا هقول له ظروف تكوينه تشبه ظروف السطح. ثانيا هقول له تركيبه الكيميائي وخواصه الفيزيائيه تجعله ثابت لا يتأثر. يقول لي علل الفلوسبار من صخر الجرانيت اقصر معادنه تأثرا بالتجويه الكيميائي. ظروف تكوينه تختلف كثيرا عن ظروف السطح. وبالتالي يتحلل تحت تأثير حمض الكربونيك الى معادن من فصيله الكولينات اللي هو الكولينايت. واضحه؟ وده مهم جدا في التجويه الكيميائيه. بالنسبه للعوامل الخارجيه هنبدا بالرياح. الرياح قلنا في عوامل هيتوقف عليها العمل الهدمي للرياح، بمعنى امتى الرياح تهدم اكتر؟ شده الرياح واتجاهها، مقدار ما تحمله الرياح من فتات صخري، نوع الصخر. ليه نوع الصخر؟ لان لما الرياح هتمر على سخول لينه هتنحت فيها بمعدل اكبر ما تنحت على صخور صلب. عاوز في بقيه الباب الخامس انبهكم لنقطه مهمه قوي، اللي هو الفرق بين العمل الجيولوجي والمظهر الجيولوجي. الفرق بين العمل الجيولوجي والمظهر الجيولوجي. النهارده لو في مجموعه من الناس موجوده في صحراء قاعدين في الصحراء، هم هيشوفوا العمل العمل بتاع الرياح. شوفوا الرياح سرعتها، اتجاهها، مقدار ما تحمله من فتات صخري. لكن لو انا رحت بعدها بفتره وعاوز اشوف الرياح في الصحراء اتجاهها منين وكانت سريعة ولا بطيئة، هبص على إيه؟ المظهر اللي خلفته الرياح. على سبيل المثال هلاقي حاجة اسمها المصاطب أو النحت المتباين. لو أنا عندي صخرة أهي مكونة من مجموعة طبقات من الصخور، لو الجزء ده جزء لين والجزء ده جزء صلب، لما تمر الرياح هتنحت مين أكتر؟ الجزء اللين او الرخو. يبقى الجزء اللين اهو اتنحت بمعدل اكبر. بعد كده دي تقع بتاثير الجاذبيه ودي تقع بتاثير الجاذبيه، الاقي الصخر في الاخر بقى عامل كده. الشكل اللي اتكون ده اسمه المصاطب، والمصاطب تعتبر مظهر جيولوجي ناتج عن العمل الهدمي للرياح. نمرة تاني مظهر جيولوجي ناتج عن العمل الهدمي للرياح شكل الحصى. لو أنا عندي مجموعة من الحصوات وتمر عليهم الرياح لفترة طويلة هتجعل الرياح الحصى هرم الشكل، مثلث الأضلاع، حاد الزوايا، ودائما الجهة المقابلة للريح تصبح مستوية أو مسكولة. طب العمل البنائي للرياح، إمتى الرياح هترسب حمولاتها؟ عندما تقل سرعتها او تصطدم بنتوق او عائق. طب لما ترسب الترسيب هياخد شكل ايه؟ شكل كثبان، اسمها كثبان. طبعا عندي كثبان مستطيله للغروض، وعندي كثبان هلاليه، وعندي كثبان ساحليه. بس عاوز انبهكم نقطه، لو هو في الامتحان جاب لك الرسمه دي وقال لك نوع الكثيب ده ايه؟ ده كثيب هلالي. طب قال لك اتجاه الرياح جاء من جهة واحد ولا من جهة اتنين؟ ها؟ من واحد ولا من اتنين؟ من واحد. الجهة اللي في اتجاه الريح يكون انحدارها بسيط، والجهة المضادة شديدة الميل. نخلي بالنا من دي، مهمة قوي. أشكركم جدا، مع تحياتي مستر محمد طنطاوي مدرس الجيولوجيا مدرسة السعدية.